في هذا الفيديو ستشاهد مقارنة بين مواصفات هاتف Honor 200 وهاتف ريلمي GT 6T. موعد نزول الهواتف. الأبعاد والوزن. هاتف Honor يكون أنحف وأخف وزناً بنسبة بسيطة. الشاشة. حجم شاشة ريلمي أكبر وتكون بدقة أعلى وبعدد بكسلات أكثر وأيضا تكون بإضاءة أعلى. النظام. نظام أندرويد 14 مع الهاتفين وهو أحدث نظام أندرويد. الذاكرة. ذاكرة التخزين متشابهة الحجم بين الهاتفين، ويتميز هاتف Honor بدعم رام بحجم أكبر، وكلا الهاتفين لا يدعمان تركيب بطاقة الذاكرة الخارجية. أداء المعالج. بالانتقال إلى الأداء، يأتي هاتف ريلمي بمعالج أفضل، وبذلك الأداء سيكون لصالح هاتف ريلمي. البصمة. البصمة تحت الشاشة في الهاتفين. البطارية. حجم بطارية هاتف ريلمي أكبر ويكون أسرع شحناً سلكياً، أما هاتف Honor يتميز بدعم الشحن العكسي، وكلا الهاتفين لا يدعمان الشحن اللاسلكي. مقاومة الماء. يتميز هاتف ريلمي بدعم مقاومة الغبار ورشات الماء. معلومات تقنية. يتميز هاتف Honor بدعم تقنية الصوت APTX HD، أما هاتف ريلمي يتميز بدعم إصدار بلوتوث أحدث. الكاميرا.
السيلفي. السعر.